ليه الموضوع ده اللي احنا بنتكلم فيه موضوع ممكن نعرف عنه لكن موضوع صعب جدا نطبقه؟ خليني اروح للرسول بطرس، حب يتكارم على المسيح، يعني بقول له كم مرة أغفر؟ إلى 7 مرات. يمكن تعرف في حوارات بين الربايز اليهودي من 3، وممكن واحد يتكارم يصل ل7، فهو عم بيتكارم بيكون كريم مع المسيح، لكن المسيح رد عليه جواب شوكينج، عارف يعني بهز الكيان، قال له 77 مرات. كيف ننظر لهالموضوع؟ الحقيقة هي رد صادم، كان رب المجد عايز يلخلخ الفكر اليهودي ده اللي بيعد، وعايز يقول اللي بيعد ده مش بيسامح. يعني أنا سامحتك أول مرة والتاني مرة والتالت مرة، فأنا محوش خلاص يعني ما فأنا مش مسامح، أنا محوش ومفوت لك، بس عندي ملف وسجل فيه الأخطاء بتاعت، إذا بتعمل حاجة جديدة هنضيف على القديم. عشان كده رب المجد صدم، قال له 490 مرة. أعتقد أي حد يسمع الرقم ده، وكان يتكلم على اليوم الواحد، في اليوم الواحد قديس لو قال في اليوم الواحد، فإن أسمع 490 مرة في اليوم لازم أصرخ وأقوله يستحيل. فكان رب المجد عايز يقول مين قال أنت تعرف تغفره لوحدك؟ قول إنك مش قادر. لا، وكون ان اقعد اعد يعني دي النقطة التانية بقى، انت بتعد يبقى مش بتسامح. ليه؟ لو انا قلت 7 مرات يبقى التامنة بقى خلاص انت خدت حقي، يبقى التامنة دي مش هسامحك. طب هي بقت 8 ليه؟ مش هتبقى 8 الا لو 7 و6 و5 و4 و3 و2 موجودين. فاذا لو انا بسامح بجد هيتمسح، يبقى 8 دي هتبقى 1. فاذا اللي بيعد هو بيحوش مش بيسامح، والجديد هيجي على القديم واللستة تكبر واللستة ما يعني. الحاجة التالتة الصادمة برضو، ان انت هتعد يبقى الغفران موقف، بس انا ما بقولش انه موقف، الغفران ده حالة دائمة، اتيتيود، طبيعة في الحياة، قلبا نقيا اخلق فيه. يعني مش موجود، لكن القلب النقي ده مش بيحوش مش بيلزق، لا، يجي عليه الحاجة تتغسل وتنزل، تيجي عليه الحاجة تدوب وتروح. فمعناها ان انا بجرح وبتشافي، بتساق فيا وبسامح، فمش محوش.